بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمة الله وبركته من الان والى الابد امين. ليعطي الرب كلمة عند انفتاح الفم بارشاد الروح القدس لنسمع ماذا يريد ان يقوله لنا الروح القدس في هذا المساء المبارك. يعطينا اذانا صاغية وقلوب مفتوحة لسماع وقبول كلمته المقدسة حتى تأتي هذه الكلمة بثمر مقدس مبارك لمجد اسمه القدوس، ونتمم قول الرب يسوع له المجد: طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه. أمين. في مواصلة لهذه السلسلة بنعمة المسيح يا أحبائي، سلسلة تمثلوا بإيمانهم، واجتماعنا كله عن الإيمانيات، إما الإيمانيات اللي احنا تسلمناها منذ صغرنا من احنا وصغيرين زي مثل قانون الإيمان، مقدمة قانون الإيمان، تكلمنا عن كل هذه الأمور بنعمة المسيح، ويستطيع كل إنسان يريد أن يعرف عمق هذا الإيمان أن يرجع إلى هذه السلسلة في الويب سايت بتاع الكنيسة. ومواصلة لهذه هذا العامل الأساسي أو هذه القوة التي يحيا بها كل إنسان، بل وأقول أكثر من ذلك، الأساس الذي يحتاجه كل إنسان مننا، ولعل هذه كانت رسالة السيد المسيح للتلاميذ، وقال لهم في آخر إنجيل معلمنا مرقس البشير: من آمن واعتمد خلص. إذن الإيمان هو الأساس في حياتنا كأولاد الله، ونحيا بهذا الإيمان من خلال أعمالنا التي تكون ثمرة لهذا الإيمان. وعشان كده إحنا بنعمة المسيح محتاجين إن إحنا ندرك مفاهيم وعمق هذه الكلمة، كلمة الإيمان. بدأنا هذه السلسلة بموضوعنا كما نحتفل باستمرار مع آبائنا الشهداء وعيد آبائنا الشهداء، وبدأنا بهذه الآية: انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. بعد كده تكلمنا عن كيف استطاعوا هؤلاء القديسين والشهداء أن يعلنوا أو أن يحفظوا أولا إيمانهم، وثانيا أن يعلن لنا هذا الإيمان ونستلم هذا الإيمان اللي يقول عنه في رسالة يهوذا أصحاح 1، يقول كده: الإيمان المسلم مرة من القديسين. إذن هو سيرة عطرة، ننظر ونشتهي هذه السيرة، ولكن المطلوب ليس فقط مجرد ان احنا نعجب او نفرح ونتمنى ان تكون سيرتنا هذه، ولكن في شيء اساسي محتاجين ان يكون استمرار في حياتنا، وهو هذا الايمان، نتمثل بايمانهم. عشان كده كنيستنا علمتنا في القداس الالهي لما نقول: ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم، احفظنا يا رب في إيمانك، وانعم لنا بسلامك إلى التمام. ماذا يقول الشعب؟ يقول الشعب: كما كان وهكذا يكون من جيل وإلى جيل وإلى ظهر الظهور كلها، أمين. عشان كده بنأتي إلى محك خطير في حياتنا. لعل أحد الشباب كان بيسأل الأسبوع الماضي في مناقشة في الشيرينج بتاع الشباب، بيقول: يا ابونا، إذا كان الإيمان كان بينقل الجبال وكان بيصنع كل هذه المعجزات، ليه مش شايفين كل هذا الأمر هذه الأيام؟ ليه مش شايفين كل هذه المعجزات، أو مش ما بنسمع بأنه ممكن في إيمان ينقل جبال أو إيمان يصنع آيات ومعجزات؟ قلنا: لا، موجود، بس لعلنا ما بنسمع بيه زي زمان، لأن في سؤال خطير لابد أن نطرح، أن نواجه أنفسنا نحن به،
زي ما واجه السيد المسيح به كل الإنسان، وقال عندما إن ابن الإنسان عندما يأتي في مجيئه هل يجد هذا الإيمان؟ وده اللي تكلمنا عنه الأسبوع الماضي، وأكمله آسف مش الأسبوع الماضي، المرة السابقة، وتكلمنا ما هو إيمانك، أو عنوان إيمانك ما هو؟ هل هو شيء ثمين أم عطية الله؟ هل هو ثمرة الروح القدس فينا أم هي هبة الله ومسلمة للقديسين فقط؟ هل هو نعمة مطهرة وقوة أم هو قوة تنقل الجبال؟ قلنا وصلنا إلى خلاصة هذه الأسئلة وإجابة لكل هذه الأسئلة. ما الإيمان إلا كل هذه التعاريف المجتمعة؟ هو ثمرة الروح القدس، هو عطية الله، هو موهبة من الله مسلمة من القديسين ومسلمة لكل إنسان كما يعطي الله كل واحد بحسب تدبيره. كل هذه هو نعمة مطهرة، هي قوة الجبال. ما أثمن هذه الثمرة؟ ما أثمن هذه العطية؟ ما أثمن هذه القوة في حياتنا؟ وهو الإيمان. وكل وما أجمل أن يحيا الإنسان وحياتنا كأولاد الله أن نحيا بهذا الإيمان يا أحبائي. ولكن في كل هذه العظمة وفي كل هذه القوة وفي كل هذا العمق توجد تحديات كثيرة تقابلنا في حياتنا، لربما منها من ما يزعزع إيماننا، ولربما منها ما يثبت، إما أن يزعزع إيماننا أو إما أن نثبت في هذا الإيمان. أذكركم يا أحبائي بما قرأناه اليوم في العشية. في عشية اليوم أمام كلمات السيد المسيح في إنجيل معلمنا متى البشير أصحاح 10، يضع السيد المسيح له المجد هذه التحديات في حياتنا كأولاد الله وكتلاميذ أيضا. يقول كذا السيد المسيح: لا تظنوا إني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، فإني أتيت لأفرق الإنسان ضد أبيه، والأم والابن ضد أمها، والعروس ضد حماتها، وأعداء الإنسان أهل بيته. يعني حيكون في تحديات في حتى في مع أقرب الناس، مع أهل بيتي ممكن يكون هناك في تحديات، ممكن يكون في هناك عداوة، ممكن يكون في هناك اضطهادات، ممكن يكون هناك في مقاومة. كل هذه الأمور لعلنا بنجدها حتى في حياة آبائنا القديسين. نذكر على سبيل المثال للحصر القديسة بربارة. مين اللي قتل القديسة بربارة؟ أبوها هو الذي قطع رأس ابنته القديسة بربارة. كيف يكون هذا؟ أب يقطع إيمان، يقطع حياة أو يقطع رقبة بنته، أو ينهي حياة ابنه أو بنته لأنها ثبتت على الإيمان ولم تريد أن تتخلى عن هذا الإيمان، ولم تريد أن تنكر هذا الإيمان، بل شهدت بهذا الإيمان حتى لو أسلمت حياتها، حتى لو سلمت نفسها إلى الموت. وفعلا عندما لم ترضى أن تسجد للأوثان القديسة بربارة، هناك كانت النهاية بتاعتها وهو قطع رقبتها. الشهيد العظيم أبو فام الجندي الأوسيمي اللي احنا بنحتفل في هذا اليوم بتطييب الرفات بتاعه، وبناخد بركة العيد بتاعته بعد بكرة إن شاء الله. ما من كان ضد القديس أبو فام الجندي الأوسيمي؟ أمه كانت وثنية، سوسنة كانت وثنية، أبو أنستاسيوس كان إنسان مسيحي رباه على هذا الإيمان المسيحي. ثباته على هذا الإيمان خلى في الآخر أمه تعلن إيمانها بالمسيح
وكل اللي معاها يعلن إيمان بالمسيح، ويستشهد القديس أبو فهم الجند الأوسيمي وهو ثابت على هذا الإيمان، وليس مجرد ثبات، ولكن كما سمعنا في المديحة بنقول إنه يوم الاستشهاد بتاعه ماذا فعل القديس أبو فهم الجند الأوسيمي؟ جاب الثياب العرس، جاب الثياب فرح عريس، جايب الثياب الفرح بتاعت الفرح بتاعه. قالوا له انت مش عارف ان ايه هيحصل لك النهارده؟ قال لهم عارف، انا ماشي للاستشهاد، وهذا هو يوم فرحي، يوم فرحي هو يوم ما اسلم حياتي وانا ثابت على هذا الايمان. عشان كده في هذه التحديات نكمل ما قاله السيد المسيح: من احب اباه او امه اكثر مني فلا يستحقني، من أحب ابنه أو ابنته أكثر مني فلا يستحقني، من لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني، من لا يحتمي، من لا يتمسك، من لا يعلن هذا الصليب في حياته فلا يستحقني. عشان كده يا أحبائي بتواجهنا تحديات كثيرة. من ضمن هذه التحديات ما ذكر في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل العبرانيين، وكلنا عارفين هذا الإصحاح، إصحاح الإيمان، عبرانيين 11، وحنتكلم عن هذا الموضوع في مرة أخرى إن شاء الله، وهي ما هي أعمال الإيمان، وحنذكر ما هو الإيمان، كل هذه السلسلة حنتكلم عنها. ولكن مجرد أن أنا بركز على التحديات، لأن إحنا محتاجين أن إحنا ننظر ونعرف أنه في تحديات بتواجهنا كأولاد الله، إن ثبتنا في إيماننا نستطيع أن نعمل هذه الأعمال اللي إحنا حنتكلم عنها. إنما لو لم نثبت في إيماننا، إيه اللي إحنا حنقدمه؟ إيه الثمرة اللي إحنا حنقدمها؟ كيف تنطبق الآية اللي قال عنها معلمنا يعقوب الرسول في رسالته أصحاح 3: أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك أعمالي إيماني آسف أريك إيماني بأعمالي. إيمان بدون أعمال ميت، وأعمال بدون إيمان ميت. إنما أريني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالي إيماني. إذن بحط التحديات قدامنا، المفروض تكون في الآخر، لكن بحطها في الأول عشان خلي بالك ده اللي احنا حنواجهه. إن ثبتنا هنقدر نستطيع أن نعطي، هنقدر نعمل بالإيمان بتاعنا، هنقدر نشوف ثمر هذا الإيمان كما يتكلم عنه الكتاب المقدس، ويورينا من هم أبطال الإيمان وماذا فعلوا. في سفر العبرانيين أصحاح 11 يحط لنا كده مجموعة عظيمة من أبطال الإيمان، بعد ما يتكلم عنهم يقول كده في آخر القطعة بتاعة أبطال الإيمان، يقول كده: الذين بالإيمان قهروا ممالك، صنعوا برا، نالوا مواعيد، سدوا أفواه الأسود، أطفأوا قوة النار، نجوا من حد السيف، تقووا من ضعف، صاروا أشداء في الحرب، هزموا جيوش غرباء، أخذت نساء أمواتهن بقيامة. ده كله من خلال إيه؟ من خلال ما تكلمنا عنه بنعمة المسيح، أن هذه هي الغلبة التي نغلب بها العالم، وكل هذه التحديات هو إيه؟ إيماننا. في رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى أصحاح 1، الرسالة الأولى آسف الرسالة الأولى وأصحاح 4: هذه هي الغلبة التي نغلب بها العالم، إيماننا. تعالوا نشوف يا أحبائي مجرد بعض التحديات، وحقول التحديات دي مش تحديات حديثة. أهو سمعنا في رسالة العبرانيين أنه كل أبطال الإيمان واجهوا كل هذه التحديات، ولكن ثبتوا في الإيمان بتاعهم وأعلنوا الإيمان بتاعهم. يا
يعني اذا هذه التحديات ما فيش واحد يقول ما هم قدروا ان هم يعملوا الحاجات دي كلها، لانه ما فيش حروب زي اللي احنا بنواجهها النهارده، ما فيش تحديات زي اللي بنواجهها النهارده. لا حبيبي، كانت تحديات منذ الاول، منذ بدايه المسيحيه. هل نذكر ما قاله السيد المسيح؟ في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم. ما قالش الكلام ده لناس جايين في القرن العشرين، ولكن من بداية المسيحية. ولعلنا ندرك ونعرف الهرطقات اللي قامت ضد الكنيسة وضد الإيمان وضد القديس أثناسيوس الرسولي، اللي وقف مش بشخصه، ولكن وقف هذا القديس وقال العالم، قالوا له العالم كله ضدك، قال وأنا ضد العالم. وبإيمانه ثبتت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. عشان كده يا أحبائي بنقول هذه التحديات ليست حديثة. التحديات الحديثة حنتكلم عنها في مرة أخرى، وهو العالم، المال، الجسد، الذات، كل دي تحديات هنشوفها في مرة أخرى. لكن احنا بنتكلم عن تحديات وجدت منذ القديم، تكلمنا عنها في بعض هذه الأمور من خلال هذه الآيات. لكن تعالوا نحطها في تحديات عملية. إيه اللي بيواجهنا؟ أول تحدي، ودايما يعني هو الأول اللي بيقابل الإنسان، وهو الشك. من حروب الشيطان هو الشك. ولعلنا نتذكر، أو خلينا نعرف إيه هو الشك. الشك هو أنه يعتقد الإنسان أو يفكر الإنسان ويقول فين مواعيد الله. الشك هو الاعتقاد أن مواعيد الله أو أن الله تأخر عن مواعيده، أو أن هذه المواعيد مجرد كلمات ليس لها أي صحة ولا أي حقيقة. الشك في أن الإنسان لا يريد أن يؤمن إلا أنه هو يشوف حاجة بالعيان. مين من التلاميذ دخل في هذا الأمر؟ بل ومش دخل في هذا الأمر، ده كان موصوف بهذه الصفة، توما. بالرغم من أنه هو عنده هذه الضعفة، وبالرغم من أنه هو عنده هذا الشك، سمى توما الشكاك، لكنه بالرغم من ذلك اختاره السيد المسيح ليكون واحد من التلاميذ. ليه؟ لأن كرازتنا وحياتنا كأولاد الله ليس من أجل أي شيء صالح فينا، إنما يقول السيد معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى أصحاح 4، ليكون فضل القوة لله لا إيه؟ لا منا. لعلنا نذكر ماذا صنع معلمنا توما الرسول لما ظهر السيد المسيح للتلاميذ. إن لم أضع أصبعي في مكان المسامير وأضع يدي في مكان الحربة لا أؤمن، لا أؤمن. ظهر السيد المسيح لتوما بعد أسبوع، وقال بعد 8 أيام، وقال له تعال يا توما، ضع أصبعك وضع إيدك، وحتى لا تكون غير مؤمن بل مؤمن، لأنه في خطورة. وحنتكلم عن هذا الموضوع مرة أخرى أحبائي، خطورة عدم الإيمان. إحنا دلوقتي بنتكلم عن تحديات الإيمان اللي هي ممكن تزعزع الإيمان، لكن يحمينا ربنا لو الإنسان وصل إلى مرحلة يفقد فيها الإيمان تماما، أو يعيش بدون هذا الإيمان، سواء إذا كان إيمان، سواء إذا كانوا مسيحيين ويفقدوا ويعني ينكروا هذا الإيمان، أو سواء غير مسيحيين ولا يؤمنوا بالسيد المسيح له المجد. في خطورة في هذا الأمر، حنتكلم عنه في مرة تانية. لكن سيد المسيح قال لتوما تعال حتى لا تكون غير مؤمنا بل مؤمنا. قال له توما إيه؟ ربي وإلهي. قال له لأنك رأيتني يا توما آمنت، طوبى للذين آمنوا
ولم يروا. الشك هو الاعتقاد بأن الله يتأخر عن مواعيده. الشك هو أن الله غير موجود. الشك بأن الله لا يستجيب كمان. الشك في نواحي كثيرة يفقد بي خلينا بلاش يفقد يتزعزع بي والإنسان في إيمانه أمام الله، في حين أن الكتاب المقدس نفسه قال أن الله لا يتباطأ عن إيه؟ لا يتباطأ عن وعده. طب يحصل إيه بالنسبة للإنسان اللي يشك في مواعيد الله؟ يبتدي الإنسان يتصرف بطرق بوسائل أخرى، أو يتصرف في حياته في أمور أخرى وينسى وعود الله. التصرفات دي كلها والسلوك ده كله للأسف يأتي على الإنسان بإيه؟ بأتعاب، يأتي على الإنسان بمخاطر، يأتي على الإنسان بكوارث، يأتي على الإنسان بأتعاب هائلة يا أحبائي. عشان كده ياما في ناس كثيرة بعدوا عن المسيح، بعدوا عن الكنيسة، اختاروا طرق أخرى. قال عنها الكتاب المقدس في سفر المزامير، قال الجاهل في قلبه ليس إله، يعني لا يوجد إله. النتيجة ابتدى أن يسلك في العالم مخدرات، قمار، كازينو، كل الشر بتاع العالم، ناسي باستمرار أن هناك إله عادل، إله محب، إله مستعد أن يقبل الخطاة، إله مستني أنه يقبل كل إنسان. لكن كونك أنك أنت تتجاهل وجود هذا الإله العادل وتستمر في حياتك بإهمال أو بدون مراعاة، زي ما بيقولوا كيرلس، مش مراعي حتى وجود الله، مش بس في حياتك، في العالم كله، لا ده انت بتجلب على نفسك ايه؟ اتعاب واتعاب كثيرة. لعل من ضمن الحاجات، بس احب ان انا ادخل فيها في تفاصيل، لكن فاكرين الشاب الغني لما تقابل مع السيد المسيح وقال له ايه؟ ماذا اعمل لارث الحياة الابدية؟ قال له الوصايا كده، قال له هذه حفظتها منذ حداثتي. يقول السيد الكتاب المقدس نظر إليه يسوع وإيه؟ وأحبه. يا سلام، يعوزك شيء واحد، إيه؟ اذهب بيع كل مالك واعطي الفقراء وتعال اتبعني. فمضى هذا الشاب حزينا، بص كده السيد المسيح للتلاميذ وقال لهم كده إيه؟ يا خسارة، ما أعصر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت السماوات. بطرس الرسول يقول له طيب ومن يقدر أن يخلص يا رب؟ قال له مش أي حد اللي هو عنده مال أو غنى هو اللي يهلك، لا، المتكلين على الأموال. الأمر اللي قال عنه معلمنا بولس الرسول لتلميذه تيموساوس في رسالة تيموساوس الأولى، أصحاح 6، ويقول كده وأما في عدد 9، فإن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما، وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية. هذه الأتعاب اللي بيجنيها الإنسان ومضرة، تغرق الإنسان في العطب والهلاك. ليه ده كله؟ لأن محبة المال أصلا لكل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم عملوا إيه؟ ضلوا عن الإيمان. دي الحتة اللي أنا عايز أوصل ليها، ضلوا عن الإيمان. كانت إيه السبب؟ إيه؟ محبة المال أصلا لكل الشرور. عشان كده بقول مسكين الإنسان اللي يشك أولا في وجود الله، يشك في مواعيد الله، وبالتالي يلاقي نفسه إنه هو بيسلك في حياة تماما بعيدا عن الله،
يحمينا ربنا، يجني على نفسه أو يجني لنفسه شرور وأعمال كثيرة تقود إلى العطب وتقود إلى الهلاك. تحدي آخر من التحديات اللي بيقابل الإنسان، زي ما سمعنا النهاردة، أعداء الإنسان أهل بيته. هو بس أهل البيت؟ لا، ده ممكن تلاقي مضايقات من الناس، ده ممكن تلاقي مضايقات من البشر، ممكن تلاقي مضايقات من الأهل، ممكن تلاقي مضايقات من الأصدقاء، ممكن تلاقي من كل الجهات مضايقات. الإنسان المؤمن ممكن أن يجد هذه المضايقات على بيته، على أولاده، على خدمته، على نجاحه. هل يثبت أم يتزعزع أم يتراجع إلى الوراء؟ تحديات، مضايقات الناس في العالم، سيكون لكم ضيق. أنت هتعمل إيه؟ هتمسك بمسيحي ولا هتمسك بالعالم أو هفكر بطريقة البشرية؟ عشان كده يا أحبائي، ما أجمل هذا المزمور اللي يقول عنه في مزمور 103: باركي يا نفسي الرب ولا تنسي كل إيه؟ كل حسناته. عمل إيه؟ زمان زمان في فترة من الفترات الذي يشفي كل أمراضك. طب ولو جاني مرض تاني، إلهي باركني وأعطاني شفاء، مش حيتزعزع إيماني. الذي فدى من الحفرة حياتي، مات على الصليب من أجلي، وحتى دلوقتي لو وصلت إلى أقصى درجة من الخطية، هو قادر إن هو يقيمني ويفدى حياتي. الذي يشبع بالعمر حياتك أو بالعمر أو بالخير، يشبع بالعمر الخير بتاعك والحياة بتاعتك. كل هذه التحديات في فترة من الفترات بتعد على الإنسان. بيعمل إيه الإنسان؟ يا ترى بيرجع للماضي ويتذكر معاملات الله معاه، ويؤمن إن فعلا إلهي وقف معايا قبل كده، إلهي سندني قبل كده، إلهي أنقذني من كل هذه الأمور. فاكرين شعب بني إسرائيل لما كانوا كل ما يمشوا مرحلة يتعرضوا لشدة أو ضيقة أو تحدي، مرة ما يلاقوش أكل، مرة ما يلاقوش مية، مرة يتعبوا، ومرة يتزمروا، كل مرة يتزمروا، في الآخر ربنا قال لموسى إيه؟ قال له كده، كلم شعب بني إسرائيل وقل له كده: اذكروا الأيام الأولى التي صنع الرب فيها معنا رحمة وخلصنا. انت بتنسى ليه؟ انت بتنسى يا انسان ليه؟ بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. ما الهك اخرجك من ارض مصر، شايل الهم ليه؟ ما انت قاعد 40 سنة في البرية ولم تنام يوم بدون اكل بدون شراب، ما متش بسبب الاكل وعدم الشراب. ما انت قاعد 40 سنة وأحذيتهم لم تبلى ولا ثيابهم حتى تقطعت، هو مين اللي كان بيرعاكم طول هذه الفترة؟ عشان كده كانت العقوبة صعبة عند دخول أرض الموعد. ليه؟ لأنه لحد ما وصلوا أرض الموعد وهذا الشعب لا يريد أن يتذكر ولا يريد أن يبقى في هذا الإيمان. عشان كده كان القرار صعب من رب المجد، وقال: أقسمت بذاتي. صعب، قرار صعب، أنهم لن يدخلوا إلى راحتي. ومين اللي دخل يا رب؟ اللي اتولدوا في البرية، اللي اتولدوا في البرية، اللي شافوا أعمالي. إنما اللي طلعوا من أرض مصر وشافوا كيف أنقذتهم من يد فرعون، وبالضربات 10 اللي وقعت على فرعون، وإنقاذ لحياة أبكار
كلهم أبكار شعب بني إسرائيل، لم يموت منهم أحد، وبعد ده كله ولسه إيمانكم مش ثابت في إلهكم؟ يحمينا ربنا، أقسمت بذاتي أنهم لن يدخلوا إلى راحتي. تقول لي يا ابونا الأمر ده مخيف، لكن ده كان على شعب بني إسرائيل. أقول لك لا، خلي بالك، خلي بالك، في هذه الأيام لربما إحنا بنتعرض لهذه الأمور اللي قال عنها معلمنا بولس الرسول في رسالته إلى أهل كورنثوس، كورنثوس الأولى أصحاح 10: فإني لست أريد أن تشهلوا أيها الإخوة أن آبائنا جميعهم كانوا تحت السحابة، وجميعهم اجتازوا في البحر، وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة في البحر، وجميعهم أكلوا طعاما واحدا روحيا، وجميعهم شربوا شرابا روحيا، لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم، والصخرة كانت المسيح. لكن بأكثرهم لم يسر الله، لأنهم طرحوا في القفر. وهذه الأمور اللي بيقول ده كان زمان، أقول لك لا، علمنا بولس الرسول يقول كده: وهذه الأمور حدثت لنا، حدثت مثالا لنا حتى لا نكون مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك، فلا تكونوا عبدة أوثان وكما كان أناس منهم. ويكمل بقية الإصحاح يقول كده: ولا نزني كما زنى أناس منهم، ولا تتذمروا كما تذمر أيضا أناس منهم. فهذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا، وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. إذن من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط. موضوع خطير يا أحبائي. الإيمان ده إحنا كلمة بنستهين بيها، كلمة أو بناخدها بسطحية جدا، ولكن ممكن نلاقي نفسنا، يحمينا ربنا ويحمينا، يحمي كل فرد يا أحبائي، بسبب عدم إيماننا، وبسبب ضعف إيماننا، وبسبب الضلال عن الإيمان، نلاقي نفسنا وصلنا زي شعب بني إسرائيل يحمينا ربنا، الذين لم يسر الله بأكثرهم. إذن من تحديات الإيمان مضايقات الناس أيضا اللي بتقابلنا في حياتنا. من تحديات الإيمان أيضا الظروف القاسية اللي بتحط بالإنسان على المستوى، مش العالمي، مش المستوى الأسري، أو مش على المستوى العالمي من الناس ومن العالم، ولكن حتى ممكن على المستوى البشري الضيق في حياة الإنسان نفسه. هختم بآخر حاجة هي دي ويكمل للمرة الجاية عشان الوقت بتاعنا، لكن هاخد هذا المثال: يوسف الصديق، ومن اسمه يوسف الصديق اللي ذكر هذه العبارة وقال: كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ ماذا يقول عنه أبوه، أبو يعقوب، في سفر التكوين أصحاح 49؟ يقول كده في أول آية، يقول كده: ودعا يعقوب بنيه وقال: اجتمعوا لأنبئكم بما يصيبكم في آخر الأيام. اجتمعوا واسمعوا يا بني يعقوب، واصغوا إلى إسرائيل أبيكم. ويبتدي يعقوب أبو الآباء يقول لكل واحد من أولاده: أنت حصل لك إيه وحيحصل لك إيه. تعالوا شوفوا عند يوسف ماذا قال يعقوب عن يوسف في عدد 22: يوسف غصن شجرة مثمرة، ويكررها تاني للتأكيد: غصن شجرة مثمرة على عين. عين يعني على حافة، على مجاري المياه، زي ما بيقول المزمور الأول:
طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين، في طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب إرادته، وفي ناموس يلهج نهارا وليلا، فيكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه. هنا قال يوسف غصن شجرة مثمرة على عين على مجاري المياه. أغصان قد ارتفعت فوق حائط فمررته ورمته واضطهدته أرباب السهام. كله على يوسف. فعلا بنشوف امرأة فوتيفار، وقبل امرأة فوتيفار بنشوف أخوانه اللي يرموه، والإسماعيليين اللي يبيعوه، وامرأة فوتيفار وتدخلوا السجن ويقعد في السجن 3 سنين. مررته ورمته واضطهدته أرباب السهام، ولكن هذه الأغصان يقول كده ثبتت بمتانة قوسه وتشددت سواعد يديه، من يدي عزيز يعقوب من هناك من الراعي صخر إسرائيل. مبارك اسمك يا رب، مبارك اسمك يا رب. لا تترك إنسان، وخاصة لو تمسك بيك يا رب، لا تترك أبدا إن في شدته أو في ضيقته أو في تجاربه ما لم تشدد يديه. من يدي عزيز يعقوب من هناك من الراعي صخر إسرائيل، من إله أبيك الذي يعينك، ومن القادر على كل شيء الذي يباركك. تأتي بركات السماء من فوق وبركات الغمر الرابط تحت. ظروف قاسية بتعدي على حياة الإنسان، أو بتعدي في حياة الإنسان على المستوى العالمي أو المستوى الأسري كما قلت، أو على المستوى الشخصي، ماذا يفعل الإنسان؟ تشدد، تشدد وتقوى. في سفر يشوع يقول كذا: أما أمرتك تشدد وتشجع، لا تخف ولا ترتعب، لأني أنا الرب إلهك أكون معك حيثما تذهب. والمزمور يقول كده: تقوى وتشدد، انتظر الرب، انتظر الرب، تقوى وتشدد قلبك وانتظر الرب، لأنه وعد ووعده صادق وأمين. هل نثبت على هذا الإيمان أم نتزعزع؟ أم نضل؟ أم نرفض الإيمان؟ أم يحمينا ربنا مش بس كل هذه الأمور، أم نفقد إيماننا يا أحبائي؟ دي بعض من هذه التحديات، الشك، الضيقات من العالم أو من أهل البيت أو من أعداء، أو من أهل البيت أو العالم، أو من الناس أو من الأصدقاء، ولكن وأيضا على المستوى الشخصي يا أحبائي، كل هذه الأشياء أو كل هذه الأمثلة وضعت لينا لتكون لنا مثالا، كتبت لإنذارنا حتى لا نضل الطريق. أختم بقصة عملية أو قصة واقعية في الحياة أحبائي. شاب في يوم من الأيام سافر إلى الكويت عشان يشتغل، سكن في مسكن مشترك مع بعض العمال، لكن للأسف لم يجد أي عمل. صرف كل الفلوس اللي كانت معاه واللي طلع بيها من أرضه، وما كانش معاه ولا حتى دينار واحد، لدرجة أنه وصل أنه اضطر أن يعيش 12 يوم في حياته بدون أكل، بشرب الماء فقط، لحد ما جسمه ضعف جدا. وبعد ده كله لم يتحصل على أي عمل. في يوم من الأيام اضطر إن هو من الناس اللي ساكن معاهم في الشقة يقول له: ممكن تديني دينار
اشتري بيه رغيف خبز، يقوم يرد عليه كده ويقول له كده: انتوا جايين من بلدكم ليه؟ انتوا جايين تشحتوا هنا؟ اضطر، ظروف وصلت بيه لحد كده، ظروف قاسية مرت بيه، لا لقى أكل ولا لقى شغل ولا عنده أي حاجة يعيش بيها. وحتى اللي معاه، اللي نقول الأقرب الناس اللي معاه، طلب ولكن لم يجد. يعمل إيه؟ خجل هذا الشاب من الكلمة إنه جايين تشحتوا هنا، وطلع برا السكن بتاعه ومشى كده على جنب البحر وقعد يصلي. صلاته كانت هو: يا رب أنا اتكالي عليك وليس على البشر، طوبى لمن إله يعقوب معينه واتكاله على الرب إلهه، ملعون من يتكل على ذراع بشر. وابتدى يصلي، وهو بيصلي ابتدى في التراب اللي جنب البحر كده، ابتدى ان هو يعمل بصباعه كده ورسم علامة صليب على التراب من دون اي قصد، غير ان هو ما عندوش اي حاجة يعملها، او مش بفكر، ما بفكرش في اي حاجة غير ان هو يرسم صليب، ورسم الصليب. وفي اخر الصليب كده هو برشمه، يده صدمت في حاجة، طلعها بينبش في الرملة اللي على شاطئ البحر ده، لقى ايه؟ لقى دينار. بص كده ورفع قلبه الى الله وقال له للسماء، وقال له: اشكرك يا رب، فعلا اللي يتكل عليك لا يمكن ان هو يبات وهو جعان. واخذ الدينار ومشى اشترى بيه خبز واكل وابتدى ياكل. وهو على المينا وهو بياكل، ففي بينادوا: عايزين عمال، عايزين عمال. فقال لهم: انا مستعد ان انا اشتغل. وفعلا ابتدى ان هو لقى واحد عايز بس ان هو مجرد ان هو يشيل له الشنط بتاعته من مكان لمكان. فقام واخذ الشنط، طبعا هناك ما فيش واحد عايز يشتغل شغلانية زي دي ان هو بس مجرد شيال. ده قال: اشكرك يا رب. وفعلا حمل الشنط بتاعت الراجل من مكان لمكان، اداه اداه 4 دنانير. وبعد شوية كده طلب منه خدمة اخرى، قال له: حديك 4 دنانير تانية. وابتدى هذا الشاب كل شوية الله يبعت له عمل ويبعت له معونة، ولدرجة انه بعد كده كون حياته وعاش. كل مرة كان دايما يقول كده اتكال عليك يا رب واشكر الله. حبائي، مغزى هذه القصة او كاتب هذه القصة يقول: اذا كان الله بيهتم باطعام عصافير السماء والنباتات، هل فهو بالاولى انه يهتم بيك ويعولك مهما كانت ظروفك صعبة؟ فإن ضاقت بك الظروف أو أصبحت مديون بديون كثيرة، لا تضطرب، ولكن اتكل عليه، اعمل عملك بأمانة، أو ابحث عن عمل إن لم يكن لك. حاول إنك أنت تمشي أمور حياتك بدون بزخ، بدون صرف، بدون تبذير. اعرف حياتك ماشية ازاي، وعلى قدر لحافك مد رجليك. اشكر الله على القليل اللي معاك، لانه قادر ان هو يباركك ويكفيك اكتر. وان كان في الاخر عليك ديون، صاحب هذه القصة يقول: تستطيع بقوة الله ان هو يسدد عنك كل ديونك شوية بشوية. إلهنا حنان يا أحبائي، إلهنا محب. الأمر كله يتوقف على مين؟ علينا إحنا. إيمانك ما هو مع كل هذه التحديات؟ ما هو إيمانك؟ وهل ثابت في هذا الإيمان؟ الله يبارك في هذه الكلمات، يعطينا أن ندرك فعلا هذه الثمرة العظيمة، ثمرة الروح القدس
الإيمان الذي بدونه لا يمكن لا يمكن أن احنا نرضيه، ولا يمكن أن يكون لنا مكان في ملكوته. ليبارك الله هذه الكلمات لتثمر في قلوبنا ونحيا بهذا الإيمان ثمرة عظيمة لمجد اسمه القدوس، ونشهد بها في كل حياتنا له كل المجد والإكرام والسجود من الآن وإلى الأبد. آمين. تفضلوا صلي 5 دقائق كده أحبائي عن هذه الرسالة وعن اجتماع الصلاة اللي احنا مجتمعين بسببه النهاردة. حيث قادني أسير، حيث قادني أسير، حيث قادني أسير، أمشي معه دوما كل حين، أمشي معه دوما كل حين، ولو قادني للصلب، ولو قادني للصلب، ولو قادني للصلب، أمشي معه لا حين، أمشي معه دوما كل حين، ولو إلى جسماني، ولو إلى جسماني، ولو إلى جسماني، أمشي معه دوما كل حين، أمشي معه دوما كل حين، إن في حرب أم سلام، إن في حرب أم سلام، إن في حرب أم سلام، دوما كل حين، أمشي معه دوما كل حين، في صحة أم سقام، في صحة أم سقام، في صحة أم سقام، أمشي معه أمشي معه دوما كل حين، لو ضربت أو أهنت، لو ضربت أو أهنت، لو ضربت أو أهنت، أمشي معه دوما كل حين، أمشي معه دوما كل حين، لو سجنت أو رجمت، لو سجنت أو رجمت، لو سجنت أو رجمت،
أمشي معه دوما كل حين، أمشي معه دوما كل حين، سيقودني للظفر، سيقودني للظفر، سيقودني للظفر، أمشي معه دوما كل حين، أمشي معه دوما كل حين، ويأخذني للمجد، ويأخذني للمجد، ويأخذني للمجد، أمشي معه دوما كل حين، أمشي معه دوما كل حين، ربي اجذبني وراك، ربي اجذبني وراك، ربي اجذبني وراك، أمشي معك دوما كل حين، أمشي معك دوما كل حين. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إلهنا الطيب الحنان أبونا السماوي، نشكرك يا رب من أجل كلمتك المعزية لينا، نشكرك يا رب من أجل محبتك، نشكرك من أجل أبوتك وحنانك، نشكرك من أجل كنيستك وبيتك المفتوح لينا دايما يا رب، نشكرك من أجل رسالتك اللي بترسلها لنا بروحك القدوس يا رب، لكي ما نحيا حياة مقدسة مرضية أمامك يا رب، لكي ما نحيا كما يرضيك، لكي ما نحيا متممين إرادتك ومشيئتك الصالحة في حياتنا، لكي ما نحيا كما تريدنا يا رب أن نحيا، فنحن إن كنا مخيرين وليس مصيرين، ولكن نصير أنفسنا تحت قيادة روحك القدوس يا رب. شكرا لك يا رب من أجل رسالتك اليوم، شكرا لك يا رب من أجل أنك بتكشف لينا عن أمور كثيرة قابلتنا أو تقابلنا في الحياة يا رب، شكرا لك يا رب من أجل أنك بتكشف لينا ماذا يفعل العدو الشرير في حياتنا، وكيف يريد يا رب ان هو يبعدنا عن هذا الطريق وعن هذا الايمان. شكرا لك يا رب لانك بتفتح عيوننا، ليس فقط عيوننا الجسدية ولكن عيوننا الروحية ايضا، كالانسان المولود اعمى بالامس يا رب قلت له أتؤمن بابن الله؟ قال لك من هو يا سيد لأؤمن به؟ فعندما قلت له قد رأيته هو هو، قال أؤمن يا سيد. ونحن يا رب أيضا نقول لسنا محتاجين يا رب إلى العيان، ولكن بالإيمان نراك يا رب الحنان، بالإيمان نراك وأنت دائما يا رب مادد إيديك لتجذبنا إليك، بالإيمان نراك وانت دايما فاتح إيديك وفاتح أحضانك إلى كل واحد مستني أن يعود الكل إليك، بالإيمان ننظر إلى محبتك وأبوتك، بالإيمان ننظر إلى قوتك وسلطانك الذي يقول للأمر كن فيكون، بالإيمان ننظر إلى سر عظمتنا، سر عظمة صليبنا وقوتنا وغلبتنا بصليبك المحيي،
بالإيمان ننظر يا رب إلى روحك القدوس الساكن فينا اللي يبكتنا وفي نفس الوقت يعين ضعفاتنا ويقيمنا من موت الخطية يا رب لكي ما يعطينا حياة أبدية معاك. بالإيمان نراك في كل حين يا رب الحنان، بالإيمان نتمتع بالجلوس في محضرك يا رب، كما قال المرنم الذين نظروا إليه استناروا، وإحنا كمان يا رب جلسة في حضرة حبيبي أحلى من قصر الملوك. شكرا لك يا رب لأنك وضحت جوانا هذه الثمرة، ثمرة الإيمان، ثمرة الإيمان المحيي يا رب. يا رب بنطلب منك، بنقول لك نمي هذه الثمرة، اعمل بروحك القدوس في هذه الثمرة قصاد كل التحديات اللي بتواجهنا يا رب. خلينا نقول نعلن هذا هو إيماننا بمسيحنا القدوس، هذا هو رجائي، هذا هو سلاحي، هذه هي قوتي، إيماننا الذي به نغلب العالم يا رب، كما قال معلمنا يوحنا الرسول. كل واحد مننا محتاج يا رب، كل واحد مننا بيقول لك يا ربي إيماني ضعيف تحت أي تجربة أو في عند مقابلة أي مشكلة يا رب أو ضيق يا رب، دايما بنتزعزع، بننظر وبنفكر بالفكر البشري يا رب، لكن النهاردة بنقول لك لا، لا تبارك يا نفسي ولا تنسي كل حسناته. إلهنا بيعمل، إلهنا بيعمل ليلا ونهارا. أنت قلت كده يا رب، العمل الذي أعطيتني إياه قد أكملته، فإنك تعمل ليلا ونهارا. ما أجمل يا رب هذه العبارة التي نطق بها سليمان الحكيم وقال اجعل عينيك مفتوحتين على هذا البيت ليلا ونهارا، الموضع الذي قلت أن اسمي يكون فيه، فبالتالي أبواب الجحيم لن تقوى عليها. مش كده وبس يا رب، ده كمان حتى شعبك، ده حتى أولادك، ده حتى كل الذين يحتمون تحت في ظل جناحيك يا رب. انت قلت كده عيني عليكم من اول السنة الى اخرها، من يمسكم يمس حدقة عيني. شكرا لك يا رب، وعودك صادقة وأمينة، ولن نتزعزع بعد اليوم، ولن نشك يا رب بعد اليوم في اي وعد من امورك، من وعودك الصادقة يا رب. لن يتزعزع إيماننا، بل حنقف ونقول مع معلمنا داود النبي هأنذا قد جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع. ثبتنا يا رب في هذا الإيمان. بنقول لك يا رب إحنا مش حنتزعزع، وإحنا مش لأنه لينا ثقة في أنفسنا يا رب، لكن لينا ثقة فيك يا رب، ثقة في روحك القدوس، ثقة في طلبتك اللي انت طلبت من طلبت لبطرس من أجلها، وقلت يا ربي الشيطان قد طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من أجلك يا بطرس لكي لا يفنى إيمانك، فاسهب وثبت إخوتك يا رب. احنا بنقول لك يا رب ثبتنا انت ايضا بروحك القدوس حتى لا يفنى ايماننا قصاد كل هذه التجارب والضيقات. ثبت يا رب نعمتك، ثبت ايماننا فيك الى النفس الاخير، الى التمام يا رب. ثبت يمينك القدوس اللي بتحرسنا وبتعيننا وبتقودنا يا رب في مراع خضر، الراعي الصالح اللي بيقود خرافه ليس فقط في الأرض ولكن تقودنا إلى ملكوتك. بهذا نغلب، تأخذنا للمجد، تأخذنا للمجد يا رب، وبالتالي نسير معك حتى ولو للصليب، حتى ولو للجسماني. ثبت يا رب كلمات هذه الترنيمة في قلوبنا، حيث قادني أسير أمشي معك يا رب دوما كل حين. محتاجين نعمة تثبت وتعلن هذا الإيمان، محتاجين قوة تعلن وتقول لنا إلهك، إلهك قادر على كل شيء، ولا يعسر عليه أمر، الغير مستطاع عند الناس مستطاع لديه يا رب.
تعلم يا رب سؤل قلب كل نفس يا رب ماسلة أمامك. بنصلي من أجل كنيستك على ممر الزمان هنا في برايتون يا رب وفي كل أنحاء العالم، عينك عليها يا رب ووعدك الصادق الأمين يا رب. أذكر يا رب أبينا الطوباء المكرم سيدنا البابا شريكه في خدمة الرسولية مطران الأنبا مولى، غير مستحقا أطلب لأجلهم كل القائمين على كنيستك في كل مكان يا رب، كل شعبك، كل أولادك يا رب، الضالين البعيدين القائمين في كنيستك، حتى تكون حياتنا ليست مجرد حياة شكلية اسمية مسيحية ظاهرية بدون أي عمق، لكن ادخل بينا يا رب إلى هذا العمق لندرك ونفهم ونعيش بهذا الإيمان يا رب. ديننا إيمان آبائنا الرسل الأوليين، إيمان كنيستنا الأولى يا رب منذ بداية التأسيس المسيحي يا رب. كيف كان هذا الإيمان قوي؟ ما تسمحش أبدا يا رب إني في مجيئك تلاقي أو تسأل أين هو إيمانكم؟ لا يا رب، ثبتنا في هذا الإيمان وإعمل فينا وإصهر ثمرة هذا الإيمان في قلوبنا حتى نكون شهود لإسمك يا رب في الإيمان في هذا العالم يا رب. بهذا هو إيماننا مسيحنا القدوس الذي جاء ليخلصنا والذي جاء ليعطينا حياة أبدية. باركنا يا رب بكل بركة روحية تجدنا في احتياج إليها. بنصلي أيضا من أجل الذين ليس لهم أحد يذكرهم يا رب، بنصلي من أجل كل نفس طلبت منا أن نذكرها ونحن غير مستحقين. بنصلي يا رب من أجل كل إنسان محروم من كنيستك ومحروم من أحضانك، محروم من محبتك وحبك الأبوي يا رب. اليوم قادر أن تفتقد كل هذه النفوس وتفتقدنا نحن أيضا يا رب بروحك القدوس، فلا تطرحنا بعيدا عنك يا رب. اصرفنا من هذا المكان بكل نعمة وبكل تعزية وبكل بركة، أما عن وجهك وروحك القدوس لا تصرفنا أبدا يا رب. من أجل خاطر دمك وبشفاعة أم النور القديسة الطاهرة عذراء مريم، قديس العظيم الأنبا أبرهام، بركة الشهيد العظيم ماري جرجس شفيع هذا المذبح الطاهر، بركة الشهيد العظيم أبو فام الجند الأوسيمي، اجعلنا مستحقين يا رب أن نناديك بدالة البنين قائلين بشكر. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم جميعا. بشكر محبتكم ووجودكم، الله يعطيكم كل نعمة وبركة. عارف الجو وحش لينا فترة ما اجتمعنا، لكن بشكركم من أجل حرصكم وتواجدكم، والله دايما أقول يجعلكم شهود لهذه الكلمة أينما كنت.